يا مساء الطعامه والحلاوه والرشاقه والخفه. والنهارده في بيتي انا ومادي جوزي قلنا اصحابنا النجم الجميل اللي هو الانتيم بتاعي كده انا وهو كده من ابتدائي وحياه ربنا. جالنا احمد زاهر النجم العسل ومراته القمر. جم عندنا وان شاء الله هنعشيهم، بس هنعشيهم عشا خفيف. ليه بقى؟ لان انا وميجي زي ما انتم شايفين عملنا دايت والحمد لله ربنا كرمنا وخسينا وبقينا سليم على الاخر. هم بقى عندهم مشاكل، عندهم بروز وعندهم حاجات منتفخه وكده، فهم جايين عايزين يسالونا نعمل ايه، واحنا لاننا بنحب الخير ونحب الشير فهنقول لهم طبعا ومش هنستخسر فيهم النصيحه. ازيك يا هدى؟ ازيك يا شوشو؟ عامله ايه يا هدى يا قمر؟ الحمد لله يا حبيبتي. والله العظيم مبسوطه قوي ان انت جيتي. والله انا جايلك. انت عارفه انا واحمد ده كنا كده. انا قاعدين في دكه واحده. انا وحياه ربنا. بس ايوه. ده احنا من ايام الحضانه. اه بس من يوم ما انفصلت وانت عيني بقيت كده وهي بقيت كده. مبسوطين؟ ما انا كنت باكل سندوتشاته. انا حسيت. على طول. كانت مع الشيطان اول باول. ايوه. طب انتوا بتاكلوا كتير بقى عشان عادة يعني بتاكلوا كتير؟ كنا. ايه كنا دي ازاي؟ اللهم لك الحمد اللهم كنا. اللهم لك الحمد كنا يعني. بجد؟ كنا بناكل كتير جدا جدا. كنا اكيله. ايه يعني؟ اكيله. لا لا اكيله. لا يعني كنا بناكل. انت اكيل. كنت اكيل جامد مش قوي. مش بس اكيل وذواق. يعني ودي اهم بقى من ده كله. ليه؟ لانه لازم مش اي حاجه تحطيها له ياكلها. بس لما بتحطيها له بياكلها. بعدين اللي حصل بقى قصدك بيتحلها. وايه اللي حصل بقى بعد كده؟ والمياه الغازيه بقى ايه 16 ازازه في اليوم. لا 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 ابيض. والله كنت عالمي عشان تهدي. ما كانش ورانا حاجه فكنا قاعدين بنتسلى. يا نهار ابيض. نعمل ايه بس الحمد لله. بس انت اقول لك كنت بتعملوا له الاكل ده يعني؟ والله الموضوع مش يعني مش الاكل يا شوشو زي ما انت فاهمه، الموضوع في القعده برضو. القعده الحلوه وحب الاكل يعني والتلفزيون. وبعدين احنا كفنانين بصراحه يعني اسوأ طريقه تغذيه طبعا. لماذا؟ لماذا؟ احنا طول اليوم علشان نعرف نشتغل فما بناكلش. صح. نيجي على بالليل نضرب التقيلة ونخش ننام. طب ما انت لسه فنان بتعمل ايه بقى دلوقتي؟ لا دلوقتي خلاص بقى. بالنسبه بقى لمرات الفنانين الله يعينهم. كل ساعتين حاجه صغيره وخلاص. حاجة صغيرة قد إيه يعني؟ إيه حاجة صغيرة؟ الساعة 3 وصلت لكده إزاي طيب؟ سبعة. يعني تفاحية. تفاحية في ساندويتش بس ساندويتش صغير كده. وبعد كل ساعتين تاكل يعني؟ بقى كل ساعتين على فكرة دي أصح حاجة إنك تاكل كل ساعتين. أنا يعني ما توجهليش كلام بس حاجة صغيرة. كلام طبعًا. أنت سمباتيك. أنا في بالي. لا وأنا يعني اللي إحنا تقولوا الكلام ده نكتبه لكم ندوه لكم في ورقة. صحيح. إحنا مش محتاجين بس قولوا عشان يمكن يكون في ناس ممكن ناس تستفيد يعني نساعدهم. يعني موضوع التفاحية السندوتشاية الحاجات دي يعني الحاجات الصغننة كل ساعتين البيتيت دي ما بتجوعش في الساعتين دول؟ لا حتى لو جعت بستحمل. بقيت لكن ده ما كانش حاصل يعني من 3-4 سنين ما كانش موجود الكلام ده. طب انتوا خسيتوا قد ايه بقى؟ لا انا خسيت كتير لان ايه قد ايه بقى؟ انا تخني كان مرضي اساسا يعني انا طول عمري في تخن واعمل جيم واخس بس اللي هو حاجات عاديه يعني 10 كيلو 7 كيلو وانزلهم كده يعني. انما الفرده الفظيعه فردة ده كان كبير. بسبب الغده الدرقيه. اوكي. مع الاكل الكتير. فبقى وصلت ل 185 كيلو. لا لا. الحمد لله والشكر الحمد لله. فبالتالي انا غرت. فروحتي بكام؟ انا غرت يعني ايه يبقى 185 وصلت لكام بقى انت؟ 110. ايوه بالظبط. امال ايه؟ 100 اديك في 200. احنا ما بنكملش. فروحت ضرب انا كمان يعني هنسكت؟ بس لا ده صعب قوي، ازاي يبقوا اتنين زوجين يبقوا يعني بالوزن ده؟ يعني ازاي كنتوا متقبلين نفسكم؟ بتنزلوا تجيبوا لبس مقاسكم منين؟ مش يعني احنا بص انا ومادي يعني احنا اللي جبنا. لازم يبقى في اجسام اللي بتفكرنا باللي لا وبعدين مش واخده بالك من حاجه يا حبيبتي؟ ايه؟ يعني هم الاثنين لابسين دي انت وانت ده تفصيل مش انا ايوه لا انت صح انا حسيت والله معقول يا جماعه انتوا معتزين بنفسكم قوي كده للدرجه دي رسمين نفسكم كرتون بس ده تفصيل احنا فصلت لشيماء كتير مش لاقيه انت بتقول لهم مش لاقيين مقاسنا مش دي الحقيقه لا احنا في مقاسنا في كل حته ما مقاسنا في كل حته ايه بقى ايوه يا بنتي ده انا كنت بنزل الف المول كله عشان اطلع بقميص واحد مش عاجبني بس عشان مداري الكرش
ليه محلات اكس لارج ماليه البلد؟ مفيش مشكله دلوقتي حضرتك. أيوة. من كام سنه ما كانش فيه. مالك يا مدي؟ مالك يا حبيبي؟ افتكرت بس افتكرت لفه المول صح؟ انا لفيت كتير. دلوقتي بقى يا استاذه شيماء انا انزل في اجعصها محل طبعا الاقي اللي انا عايزه. لا وتلاقي اكبر من مقاسك. لا وبيتنطط. ايوه فبيقعد يتنطط. لا لا مش عاجبني. لا 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 مش ميديم. مش ميديم. بعد ما كان ابوس ايديك ومقاسي والنبي انا محتاج والنبي ما فيش. حاولتوا تعملوا دايت كتير طيب؟ فشلت. لا هو كان بسبب المرض فما كانش فيه دايت يعني. مفيش دايت يعني مفيش دواء جاب علاج يعني فاهم؟ يعني في انواع كتير وصفات علاج. طول ما الغده كانت متوقفه الدايت ما كانش بيعمل مفيش حرق. مهما عملت مفيش حرق فمفيش. الدايت اشتغل معاه بعد ما الغده يعني بعد ما ابتدى المفعول اللي بياخد الدواء مكانه ده ابتدى يشتغل. اللي خلاني استمر السنه دي كلها محمد سامي. لانه كان لازم اخش معاه حكايه حياه. ويعني مش ضغط عليا يعني ده خلاني كرهت نفسي اللي هو ما فيش جانبك ايه الكرش ده ويعني ايه مين هتتجوز واحد بكرش مين بطله هتبقى عايزه البطل اللي قدامها بكرش كده ومش عارف ايه. بصي خنقني من نفسي لدرجه ان انا بدات ابص في المرايه كل ما ابص في المرايه تف على نفسي. فخلاص فصممت بقى خد القرار وانتهى وقفل على نفسه سنه. حتى محمد سامي ما شافوش لمده 6 شهور علشان يروح له مختلف. لما راح له اول ما شافه عيط ما صدقش. يا عيني بجد مش هننساه له ابدا ان هو كان سبب هو كبير جدا جدا في ان احمد النهارده يبقى له حياه مختلفه تماما بصراحه تمام. يعني هو السبب. هو ضغط عليا قوي وخنقني قوي قوي بس هو كان عامل كده بقصد يعني علشان يجبرني ان انا لازم اخد القرار. طب انتوا اكيد كان بيقابلكم بقى مواقف بقى اللي هي بتاعه ما فيش مقاسنا على الطياره وعايزين حزام زياده لا انا اقول لك ايه الموقف لا اركبه وتبقى راكب مثلا جنب حد كده مثلا فتلاقي فجاه العربيه من الجنب اللي انت قاعد عليه بتحك ومش عارف تطلع المطب. عارف انت الحاجات دي فانت تبتدي تبص في السقف العربيات وطيت قوي يا جماعه في ايه في حاجه عيب في الصناعه بقت كنزه. ايوه عيب في التصنيع. موضوع حك العربيه ده احراج قوي قوي. طب قولوا لي بقى كان بيحصل لكم كده. بس انا هقول لك على موقف انا حصل لي انا شخصيا. هو كان السنه بتاعت الرجيم بتاعته خس تمام وانا كنت لسه والده. هي كانت حامل وبعدين ولسه والده فخلاص بقى هو خس واطمنت عليه هبتدي اشوف نفسي ماشيه معاه في المول وكنت لسه والده ما بقاليش شهر ونص. نزلت معاه علشان كان داخل على طول حكايه حياه فبيجي ناقصه كام حاجه فنزلنا نشتريهم فالناس بتسلم عليه وحمد لله على سلامتك وانت كده احلى بكتير ومش عارف ايه. واحدة معدية من جنبي انا لسه والدة بقى فواخدة راحتي. طبعا رحتي. طبعا واحدة معدية من جنبي قالت لها ايه ده الحقي احمد زاهر؟ قالت لها هي دي امه ولا ايه؟ شكرا وحشة كت انتهى انتهى ال 110 كيلو بقوا الحمد لله 58 ما شاء الله ما شاء الله وبقيت وزوقتك. ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ اوعى يا أميرة يا أميرة يا طيبة يكبر بخاطرك يا شيخة. طب قولوا لنا بقى إيه الأكلات اللي أنتوا ما بتقدروش إنكوا تقاوموها أبداً؟ يعني عاملين بقى دايت مش عاملين دايت أول ما تشوفوا الأكلة دي يلا يعني لو أنت عامل دايت برضو ممكن تاكل حتة مش قادر. يعني بص أنا بحب أكل مراتي جداً جداً يعني فأي حاجة بتعملها خليني بعدين عايز اقول لك بقى على حاجه بقى يعني مراتي متخصصه مش بس في الاكل المصري يعني متخصصه في الاكل الشامي الايطالي شامي تلاقي اردني تلاقي يعني انا مثلا فلسطيني يعني بص هي عيلتها كوكتيل عندي كوكتيل لذيذ فعارفه بقى من كل حاجه بالظبط كده. وبعدين سفرياتنا مع بعض اتعلمي إيه؟ اتعلمي بقول لك يعني لك اكل سوداني بص والنبي سوداني مش عاجبك كمان مش عاجبك صلوا على النبي بقى ما تصلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي اهدوا يا اولاد احنا بيتنا مش لطيفه خالص تاخد دي تخبطها بيها ولا لا لا صلوا على النبي والنبي معقول معقول معلش طب انا كملي. فانت بتقولي بتحب اكل ايه؟ مثلا انا بحب المنسف الاردني. المنسف بتنسفه المنسف
ايه المنسف ده؟ ايه المنسف ده؟ تشددوا له والله وحياتك. ايه المنسف ده طيب؟ المنسف ده عباره عن رز باللحمه. تفاصيل لو سمحت. باللحمه التفاصيل ضاني. ايوه ماشي. والرز ده نفسه باللحمه الضاني ده متغرق شوربه بلبن يعني حاجه لبن اسمه جميد. العك ده طعمه ايه؟ اسمه جميد ده بيبقى رهيب ده. يا وعدي يا وعدي من الاخر. بص انا اديتك الامبريشن اللي هيجيلك لما انا جوعت اقسم بالله. بس انت لسه جواك اكل يا احمد. طبعا لسه جواك اكل. بس دلوقتي بقت القياسات مختلفه. يعني بدل ما كنت بضرب طبق قد كده اهو ممكن اخد معلقتين صغيرين واشبع واستمتع بطعم الاكله وتمام خلصت على كده. يعني ده بعد مجهود. طعم النجاح فكره انه انت كنت كده وبقيت كده ازاي؟ كده زينا. طبعا يعني الحمد لله. لا بس انا كان مرض يعني غصب عني يعني. ما احنا مرض برضه. احنا مرض برضه. الاكل. ايوه مرض الاكل صح. صح. لا احنا كنا ابتلاء بس احنا مبسوطين بالمرض اللي عندنا. اهم حاجه انك انت تبقي مبسوطه. اهم حاجه انك انت تبقي مبسوطه من جوه. احنا ايه؟ انت مبسوط صح؟ قوي. انت قلت قبلها ايه؟ احنا ايه؟ مبسوطين. لا قلت احنا عملنا ايه مع المرض؟ احنا صاحبنا المرض بقى الانتيم بتاعنا خلاص. بس خلاص مش متأثرين بأي حاجة. نحستوا؟ لا عادي جدا. اصل بصي مفيش حاجة يعني تستدعي. يا شيخة هنعيش كم مرة؟ أنا هي مرة. انت بقى تقعد بقى ايه مقيت لي نفسك اشي تفاحية على اشي سندوتش على اشي بوتشيت على اشي كشك. لا مفيش الكلام ده. احنا عندنا بناكل كل اللي في نفسنا. ما المشكلة يا اختي انا لما اتخنت قعدت في البيت. لا دي غلطتك بقى. انت ما عرفتش تدخل في سكه الكاركتر. ايوه لو دخلت نفسك في الكاركتر انت تشتغل اكتر. لكن انت فضلت حاصر نفسك في الجين وده خطر. ده خطر. ما انا اهو الوش هيفه بس الجسم كاركتر. صح. فده بقى يخليك تروح في الحتتين. ايوه لكن يعني اهم حاجه في اللي انت قلتيه ده ان الوش وش هيفه. اي اهو ده بروفيل هيفا ولا مش بروفيل هيفا؟ طب اهو افردي وش كده. اديني وش كده. قولي كده. هيفا ايه؟ وعلى فكره انا على طول دايما اغني المادي اغاني هيفا. اغنيها لك؟ يلا. عايزه وضع معين؟ ليك الواوا بوس الواوا خلي الواوا يصح. صح. لما شلت الواوا بستو شعر الواوا بقى. بحبها قوي. الله. انا مش مصدقه اللي انا فيه. بتتكسف بقى خلاص. بتتكسف معلش. خلاص بقى. يا كسوفي يا كسوفي. انت كسوفه. انت كسوفه. ماشي يا شوش. مادي. في شهر العسل عمل حاجه ضايقتني قوي. ايه بقى احكي لي. احكي لي. في شهر يعني العسل. في شهر العسل. في شهر العسل. بصي هو قال لي في الاول انا بحبك زي ما انت وانا عايزه اتجوزك زي ما انت وده كان شرطي. انا تعززت كتير قوي. كانوا كده بقى كنت بهشهم كده زي الدبان واقول اللي عايزني زي ما انا يجي لي وياخدني يقبلني بكل حاجه. صح. لحد ما جه هو قعد يقول لي انا عايزك زي ما انت وبحبك زي ما انت وانت وزي ما انت والكلام كله انت. فقلت خلاص يا بت هو ده. شاري يابا شاري. بيع. خلاص بعنا وخلاص. بيع. عربيه وحملنا البضاعه وخدها وحطها عنده في بيته. ده ايه البضاعه ولا انت؟ شوشو الثلاجه. ثلاجه الطبخ. أموت أموت. راح إيه بقى؟ نيجي لك بقى أول ما سافرنا. عارف بقى أنت الواحد اللي ابتدي إيه يتدحلب بقى ويتعمل. قال لي يعني بقى خلاص كده أنا عارف يتدحلب. المهم عارف يتدحلب. قال لي إيه أنا حاسس كده إنك تعبانة شوية تعالي هعمل لك إيه شيك أب. قلت له إيه ده؟ قال لي هعمل لك تحليل كده وإيه وأطمن على صحتك هوريكوا حصل إيه. مدي بقى قدامي بقى لما نشوف التحاليل المنيله ب 60 نيله بتاعتك دي. فيها ايه التحاليل؟ تحاليل الهيموجلوبين 130%. يا لهوي. والكوليسترول قفلت الامبير اصلا. والدهون الخماسيه انفجرت. يعني ماشي مع قنبله موقوته. يعني ايه يا
تموتي يعني انا هموت؟ لا ولا هتموتي ولا حاجه، كويس ان انا انت معايا، انت ليش اظبطك. طب وانت يا ماجي؟ مفيش دعوه بيا انا، انت انا المهم انت. انت كويس يعني دكتور؟ انا كويس حلوة. الحمد لله. طب انت جايبني فين طيب؟ اعملوا لي عمليه ولا ايه؟ دي قلعه التخسيس، انا جايبك قلعه التخسيس. كل حاجه هنا طبيعي. بجد يا ماجي؟ هتتظبطي بقى جوه. يعني هعرف اعمل الكوكاكولا شيب؟ ايوه هنا. الله هبقى كيرفي؟ ايوه بالظبط، ولا عمليه ولا حاجه، كله طبيعي. ده انت هنا هتتظبطي وكيرفي وهتبقي جيت قمر. حبيبي يا مدوجي، طب ما تجيبي نزلها لي الهيموجلوبين مبهدلني. ايوه يلا. يا لهوي ده انفجر كل ده من السمنه بتاعت ماما. انت مش عارفه تعدي من الباب اساسا. عدي. احنا داخلين هنا هنعمل انترفيو صغير كده. انترفيو عشان اشرح لها. تلفزيون ايه؟ احنا جايين هنا نعالجك. مين الست دي يا ماجي؟ دي الدكتوره؟ مش دكتوره. لا يا دكتوره مش مشكله. الو جود افترنون. الو هاو ار يو؟ ويلكم. ماي وايف. هلا اي ام مريضه. ثانك يو. سو هاف ا سيت. اوكي ثانك يو. هاو كان اي هيلب يو؟ هقول لك دلوقتي. ماي وايف يس فيري فات اند اي وونت هير تو بي كيرفي. كيرفي لايك كوكولا. I need to know, what do you eat usually? I eat everything. Yes. Everything. Everything in الصبح يعني إيه؟ afternoon in morning and everything in afternoon and between half and half everything. 24 days. Okay, so first of all, I have to weigh you and measure you. Okay. أنت عايز توزنك. انا خايفه يا ماجي. ما تخافيش. هتخافي ايه؟ ده ميزان. هتخافي من ايه؟ طب تعالى معايا. ما انا هاجي، ما انا جنبك اهو. يلا ما نشوف اخرتها معاك. انا اخر مره اتوزنت وانا بيبي يا ماجي كنت 30 كيلو. انت نزلتي 30 كيلو؟ كنت 30 كيلو بس دي مره الوحيده. يا لهوي. ايوه دي في ايه؟ اقعدي بقى لما نشوف البتاع بتاع الفجر اساسا. Do you practice sport usually? Yes, I dance every day. Okay, perfect, that's good. Dance and the song. Me play shatrang, chess. Okay. Okay. Perfect. And he clean washing, clean to meal mawain. Yes. Perfect. So we have to change our habits. We are starting by a detox juice. Okay, detox. Delicious. And then you have to practice sport every day. You have to follow a health plan. بتعملي ايه؟ ايه ورقه؟ ايه اللي بتاكل؟ احنا جايين هنا نبطل الحاجات دي بس بقى. الحمد لله. لا هاتي ده، انت هتحط في الشنطه هتاكليه. اوعي. You have to follow a healthy diet. You can use our gym, for example, our spa, and I recommend you our circuit of contrast, our liposculpture treatment, our shape your figure treatment. And we will control what you eat every day. Wait, please. So you accept? Accept? You accept? No. Yes. I say no. غصب عنها. Your turn. Turn what? I need to wait you. But I'm fine. I'm very normal. I will check it. طب روحي نطمن عليك يا حبيبي. هو احتمال ابقى زايد كيلو اتنين فمش مشكله يعني. سم الله. اوكي اوكي. Take a seat please. ده انا ايه؟ بجد؟ مظبوط. What's wrong? Everything is okay? Well, you have to follow our program too. Thank you. عندك فولور كتير؟ ايوه. بتاع عشان الانستجرام بتاعك؟ ايوه. طب وقالت لك ايه تاني؟ قالتي ده انا الوزن المثالي للراجل. بجد يا مدي؟ اه والله. يعني انت زي حسن الرداد كده يا سلام. حسن الرداد انت مش شايفه عنده جنابه قد ايه؟ لا 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 ربنا يحميك يا حبيبي. طب انا what I can do to be Beyonce. To be sorry? Beyonce. Beyonce. So you have to or Shakira. I don't follow our program. Okay. Problem. You have to make sport every day. Sport every day? Yes. انت لازم تسمع الكلام. You can use our gym. And okay. Our spa. Okay. And we are controlling what you eat every day. يعني الأكل بحساب كل يوم. هي اللي هتعمل لنا. هي اللي هتظبطه. خلاص أنا أجيب لها السمنة والرنجة والحاجة من البيت وهي تعمله. السمنة والرنجة ولا إيه؟ والبشاميل عشان تاكلي المكرونة بتاعتك. ماشي ونجيب لها. مفيش الكلام ده. انسي الكلام ده خلاص. أنت هتتحبسي هنا أسبوع يأكلوكي بقى الأكل اللي هم بيعملوه. هيعملوا لك أكل صحي عشان التحاليل المهببة دي تتظبط. I am so sad. Don't be sad, that's good for you. No, I am fat. We will help you. I love food. You will have food. نروح موقف عبود
واعمل لي يا حبيبي رشيق. ها انا اتكلمت مع الست وبالمشاوره كده واتاكدت منها ان انت طلعت تخين زيي. ها ده انا هطين عيشتك وقعد لي بس قال الدهون الثلاثيه والدهون الخمر ده انت دهون سبعيه وثمانيه. وقال الامبير بتاعك انكسر الهيموجلوبين ده انت الامبير بتاعك فرتك الهيموجلوبين. ده الست بتقول ان لو انا هعيش سما انت مش فاضل لك غير شهرين. ها بكرشك ده بتعمل ايه؟ بتعمل معايا كده ليه؟ بس هموت. ايه اللي انت بتعمله معايا ده؟ ها ها بتعمل معايا كده يا مادي ليه؟ انت بتلعبي مصارعه؟ مصارعه عشان انت هتخس فيا. ها بكرش ممكن تسكتي بقى لما تشوف المصيبه اللي احنا وقعنا فيها دي؟ ايه يا اخويا المصيبه الاكتر من المصيبه اللي احنا فيها في ايه تاني؟ هنتحبس انا وانت هنا اسبوع وناكل الاكل اللي هو بيتنيله وبياكله لنا ده. واحنا علينا بايه يعني ما نقوم ناخد بعضنا ونمشي؟ اوه لا يا اختي مفيش خلاص الدخول هنا بمزاجنا والخروج بمزاجه. يعني ايه مادي؟ يعني مفيش خروج خلاص قاعدين. يا نهار اسود يعني احنا محبوسين هنا؟ ما تضربنيش. بطلي بقى بس انت اللي بتضربني كده. بطلي ضرب كده هنبذل مجهود وهنجوع اكتر. طيب خلاص يا مادي انا جوع. بس ما تتحركيش بقى نفسي بالراحة. السرير ده مش مريح خالص. بتعملي ايه؟ بتعملي كده صار كده بتحرقي صار. السرير ده لا انا مش مرتاحة فيه يا مادي. اي مالك؟ عصافير بدي بتقرصني يا مادي انا جوعان. هما هياكلونا ايه يا مادي؟ والله ما اعرف انا شعرفني انا عمري عملت دايت. تفتكر يا مادي يبقى عندهم محشي كروم اللي هو مشطشط ده الحلو؟ عارف بيبقى سخن كده من الحلة ما بيبقاش حلو في الحلة التيفال. هو بيبقى حلو في الحله الالمونيا دي عارفه؟ انت مامتك كانت بتلفه كبير على فكره مامتي بتلفه صغنن حلو. وملوخيه ومعاها شويه بتنجان كده والبتنجان محطوط فيه الدقه وعيش طازه طالع كده من الفرن وحتتين كوكو محمره ورزه. طب بقول لك ايه مكرونه بالسجق تيجي نعمل سندوتشات طعميه وانت جاي من الصلاه يوم الجمعه تجيب لي القرطاس وشنطه عيش الفينو. قوم يا مادي قوم حاول تشوف لنا باب نهرب منه. قوم يا مادي هو ده عامل زي السجن. مالك فيه ايه؟ لا عصافير بطني بتقرصني. قوم يا مادي. حاضر حاضر. قوم يلا يا مادي. اهدي بقى مادي. قوم. حاضر قوم حالا. ماشي بالراحه كده يا مادي مش عايز اعمل مجهود اصلا. طب بقول لك اللبانه دي بتجوع صح ارميها؟ انت بتعمل لبانه؟ يلا الحق يا مادي الحق يا مادي مش قادر احرك ايدي السعرات هتخلص. طب بس نزليه مش هرجع لك تاني مش راجع تحليلي والله ما هرجع هروح وارجع خليها معاكي لغايه لما ارجع. ماشي يا ماجي خلاص هحطها في بقي بس مش هبلعها. ماشي اتاخروا قوي يا ماجي. يا ستي ما تلاقيش جايين على طول اهم حاجه يجيبوا لنا كميات ندب دبه حلوه. والله العظيم شكلي انا اللي هدب فيك لو ما شبعتش بشرطه كان من ايام دي. اسكتي بقى. يا ماجي عم القمر اهلا 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 تعالي. هلو. شبه بابا يا ماتي بس ده اغمق شويه. ما اكيد بعمل تاني. ايه ده ايه ده ايه ده ويت 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 مور هنا. ايه ده يا استاذ؟ ايه ده انت بتعملي ايه؟ استنى يا ستي استني. ايه ده على بقى واحد كل ده؟ انت شربت عصير كله؟ طعم وحش قوي ده. وحش كده وحش وحش فين الاكل يا ماتي انا جعانة قوي يا عمو. يا بابا بابا اهلا. ايه ده؟ ايه يا عم ده؟ ايه مادي ده؟ ماشي اوعى لك اهو اتفضل. مادي ايه ده؟ انا هعيط يا مادي. انا مش شايف اساسا. يا استاذ يا عم هو ده كده الاكل يا مادي؟ بصي هو انا اعتقد ان ده الابيتايزر. بلا ابيتايزر بلا موتايزر. انا عايزه الاكل يا مادي. ماشي ما انا عارف ان انت عايزه الاكل. ما انا عايز الاكل كمان. اطفحي بقى عشان نخلص. اطفحي انا ده ما هو لازم ناكله عشان ينزل طبق غيره. كان الورده بتاعتك اكبر من بتاعتي. خديها الورده اهي اهو في النص. الورده دي ذات نفسها. لا بقولك ايه والمصحف إيه ابدا. وايه اللي تحت دايما دي؟ دي ايه دي؟ دي ايه دي؟ مش مشاي يا عم مش بحبها. طب خدها ولا خد الورده اللي عندك. لا انا مش هاكل ما بحبش انا مش هاكل. على بق واحد. افتح بح... افتح بقك. افتح يا مادي. مش ه... افتح بس يا مادي افتح يا اخي. هاتي الخيار ده. طب احنا خلصنا اهو يا مادي فين بقى الاكل التاني؟ تعالى بص تعالى نوسع لهم كده الترابيزه عشان يحسوا ان احنا ايه. احنا خلصنا يا استاذ. عمو ايه فينش؟ هننزل دلوقتي بسنيت المكرونه. استنى يا رب. هي بس رب. بتبقى سخنه. انا متفائل باذن الله هما بيختبرونا. نمر فود. نمر فود.
ايه فينيش نو مور فود واي وي ار كلوزينج كلوز يس مش همشي من هنا بليز يا عمو ما يسوسو ام بطنه يا استاذ يا عم ده مش يا ميت احنا هناكل دلوقتي يا ميدي انا جعانه قوي انا لو ماما عرفت ان امي حبسنين عشان يتكسر المكان ده عليها وامي كمان والمصحف انت اللي جبتها هنا يا ميدي انا اسف كل مره تغلط تقول لي اسف عامل انا بيها ايه يلا مش قادر اقوم انا رجلي الطاقه خلصت هات لي شنطتي يا ميدي حاضر في حد مثبتك؟ يلا يا مادي مش عايزه اضحك يلا تعالى قوم انا مفيش طاقه وانا واكل زي زيك يا مادي انت راجل قومني حسب الله ونعم الوكيل فيك معلش وفي الراجل وفي المكان كله يا رب يولع هو وشه فقر يا رب المكان يولع باللي فيه صح الله انا بجد مبسوطه قوي يا مادي وانا كمان والله انت مبسوطه مبسوطه بس هتبسط اكتر يا مادي لو وافقت تخليني على عوانف المعدلات في البكيني شوشو قلع لا يا مادي يعني هم فيهم ايه زياده عني زياده قولي في ايه اللي ناقص يبقى يا مادي يا مادي ما تبقاش غيور كده وقفيه بس بص اسكت الله يا مدودي جابولنا العصير ده بقى الديتوكس يعني ايه استنى ايه ده هو ايه انت ده الشاليبو دي القرف ده ما تبقى وحش قوي يا ايه اللي انت هبكتيه ده بتاعه طعمه ايه ده يا ده كرات ده ولا ايه ما قلت لك ده الديتوكس استنى اشوف لك معايا ايه خد قرش كيس السكر ده يخرب عقلك بس خبي البتاع ده كله بقى يا بنت حلوه لا ما ينفعش يغير طعم القرف يا ستي بقول لك ايه افتح بقك هيدونا جزا طب تعالى بس افتح بقك مش هيدونا جزا ولا نيله ما حاسس بحاجه الله ايوه مع البتاع المعصم ده يلا نقوم ننزل يا ميدج اخي انت بتشربه ليه يا ميدج ده وحش انا قلت بالسكر هيتظبط هقوم اقلع يا ميدج شوشو بحب صغننه بس ادلدل واطلع على طول عشان خاطر تهددني وتطلع على طول ما حدش هيلحق يشوف حاجه وانت افضلين اسكتي بس لما نشوفها مفيش رجاله مفيش رجاله يلا بسرعه ميدي طيب. يلا يلا اي مالك كنت دست على رجلي معلش امسكني يا ميدي الكريم ده بقى يا مديوتي هيخلي بشرتك تنعم عشان ما تبقاش خشنه كده وتزهقني في قشطي ما جيتش سندوتشات برضه وعشان راح حبوب الشباب اللي مبهدلك كان مش فاهم عندك 50 سنه بس بيجيلك حبوب حطي بس اهو يعني ده اهو ده عايز اظبط البشر خلاص خليها جميله بس هو بيحرق شويه لا هو بيفتح بس انا بفتح عينيك عشان الهالات دي مبهدلاني بلاش على الرموش مش عارف افتح افتح خلاص يا بنتي مجي ايه حد واقف بص كده لا طب تعالى عشان عايز اقول لك خبر حلو ايه تعالى هات ودنك ماشي شايف الباب اللي هناك ده اه بيفتحوه كل يوم بعد نص ساعه ليه بقى ليه عشان يخرجوا البرانيس فانا بقى فكرت التكتيك ان احنا نكت مع البرانيس حلوه يا انا عايز اخرج من المكان ده صحيح وانا كمان تيجي يلا نتدرى كده في اي درب وبعدين نخرج يلا يلا اهو الكلابي يعني شفتوا؟ مش يعني مش لاقي كلام اقوله إيه؟ بصراحه ينفع كده اللي هو عمله؟ معقول ده عذاب يا بنتي اللي انتوا كنتوا فيه ايه اللي حطهولكوا ده؟ شفتي؟ ايه ده؟ لا ونجل شفتي كان في الاول عايزني انا اتحبس لوحدي وهو يمشي لا بس عيب وانا مالي انا عيب
انت مالك؟ ما انت كنت بتضحك عليا والست من الاول قايله لك ان انت جسمك ده اساسا خلاص غير صالح للاستخدام الادمي. انا ايوه الست كانت قايله لك، انت كنت بتكذب عليا مش راضي تترجم لي لولا ان انا عرفت كده بلغه الاشاره. طب ما انا قعدت معاك اهو. قعدت معايا عشان لما انا عرفت وانت اتفضحت. اما اتزنقت يا اخويا. لا ده كان في الاول قال ايه، عايز يفهمني انه قال يعني هيقعد معايا بجميل، قال يعني مش عايز يسيبني فقعد معايا، وهو اساسا المشكله كانت عنده هو، انا اللي مفيش حاجه يا عيني. طب وخلصت يا سلام هربتوا؟ هربنا مع البرانيس زي ما انتوا شفتوا مع البرانيس. بص بقى انا جوعت بصراحه بعد القصه دي. ايوه فهنطلع فاصل نروح نحضر بقى لقمه ناكلها كده ونرجع لكم تاني. يلا يلا بينا. مش فاكرة أنا نسيت إيه، أنا نسيت أعمل حمر البانيه كده، الأكل قليل مش مهم بقى. يا شوشو إيه يا ماجي؟ في إيه؟ مفيش يا حبيبي، تعالى يلا نودي الأكل. تعالى يلا أنا جوعت. تعالى أهو ده أنتوا منورينا، عارفين يعني إيه منورينا؟ حبيبي قلبي. بصوا أنا مرضتش أتقل، أنا عملت حاجات خفيفة كده ده بجد عشان إيه؟ قلت بما إنه عشاء فننام خفيف خفيف. آه صح. لكن تعالوا لي بقى في مرة الساعة 4 كده تلاقوا إيه؟ ده خفيف خفيف؟ لا ما تمدوش ايديكم بقى غير لما نيجي بقى، انا عارفه شغل الضيوف ده. يا نهار اسود. حاجات بسيطه والله. ماشي. صلى الله عليه وسلم. هيسا شو. حاجات خفيفه دي خالص. مش كنتوا جبتوا البنات معاكم؟ سؤال. والله كنتوا جبتوا البنات. وكل واحد فرخه. مش عارفه انا حسيت بكده. امال ايه؟ بجد والله؟ دي حاجات بس هننقنق فيها لحد ما نتعشى. ده اللي هو الابيتايزر. لا ده كان ابيتايزر. اوكي. انا عايز اروح. انا عايز اروح. خفيفه جدا. حاجات بسيطه خالص. اوكي. انا شبعت. عشوائيه يعني. تعالى يا مادي. نقنقة يعني. تعالى تعالى يروح تعالى فين يا حبيبتي؟ مفيش مكان. يا نهار اسود. بصي كوبايه العصير، بصي كوبايه. اوعى. عدي. ايوه عدي. دايما يعمل فيا الحركه دي. اه عارف ان انا بغير بيبهدلني. مش هخش الخناقه دي خالص. مستحيل. فين؟ مش قلت لك واحد الشواك؟ ما قلتيش حاجه والله. قلت لك هات والله الشغل. انا ما اجيبها انا والله. يا احمد جيبها. والله انا هتريق. يعني انا مش عايز. الله يخليك. يعني مش عايزكم تتضايقوا يا جماعه. تعبت والله. يعني انا طبخه. بصي اعتبروا نفسكم في بيتكم. الله يخليك. حاجات خفيفه. اه 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 ماشي. يعني مش عايزاكم ايه تحشي في الحاجات دي من الصبح. انت بايدك. انا باكل بايدي. انا شوف انا وهي. انت بصي امسكي الفرخه. لا انا بقرف على طول. هي الفرخه مره واحده. لا على بق واحد. اتفضلي يا حبيبتي. يلا احنا ايه هنقلق مع بعض. طب انت يعني انت خدت بقيه الشوا؟ هي هتاكل بيها. هو هياكل. ادي المادي. شكرا. اوكي هات بقى الباقي انا اشيلهم عشان اعرف ايه سرقه السيرفيس دي. انا عارفاها. فجاه الاقي الشوك ناقصين اثنين واقول مين نفتكر. تقول امي. انت بتقول امي. وتروح عندهم في رمضان بلاقي الحاجه اقول لها الله يا هدى الطقم ده حلو. وتقول لي جاي لي كادو. حصل. انا فاكره. بتتهم امي والله في الاخر. لا لا اله الا الله. تلاكيك. لا امك ما بتسرقش الشوك. تلاكيك. امك بتسرق هدوم. بتاخد فلل. انا اسف. انا اسف يا طنط. طنط ايه بقى؟ لا طنط ما بتتفرجش، عندها عمل ليلي. يلا كله 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 بقى. بص مش عايزاكوا تتكسفوا. يلا يعني بسم الله بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. تضربي الفرخه دي على بقى. لا شكرا. لا انتوا هتتكسفوا بقى. لا 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 والله ابدا. والله ما تتعبي نفسي. صدر ولا ورك؟ والله ما تتعبي نفسك. رد عليا. هنغاب. بتحب ايه؟ صدر ولا ورك؟ ورك. خد اهو ورك اهو حبيب قلبي. انا سيبيني. انت صدر. انت محتاجه صدر يا واد يا لمان. كفايه لك بقى. اشكرك. ايه كولي. اشكرك جزيل الشكر. بص ابو النبي حلوه والله العظيم تحفه. والله يا حلوه. بتحبوا الممبر؟ اه اه. طب يلا. ايه شوشو الشطاره دي؟ ايه شوشو الحلاوه دي؟ طيب تسلم ايدك. طب انت ما خفتيش ان هو ممثل ومشهور وبتاع لما جه يتعرف يعني يتعرف عليكي؟ لا هو رباني. يعني أنا تربيت على إيده. أنا اتجوزت 19 سنة. والله صغيرة جدا. هو علمني كل حاجة وعودني يعني إيه
انا في بيتي ايه وبره بيتي ايه، وطالما انا في الاثنين واضح وصريح انت مالكيش عندي غير كده. غير كده يعني اي حاجه تانية بعد كده تحت امرك، لكن طالما انا ماشي بما يرضي الله زي ما بيقولوا خلاص. اتعلمت واحده واحده الشغل والتمثيل والمعجبات ويعني هو الراجل، انا بشوف خصوصا البنت لما تكون صغيره الراجل هو اللي بيديها الثقه، هو اللي بيخليها تبقى واثقه في نفسها قبل ما تكون واثقه فيه. صح. فهو علمني كل حاجه حقيقي. لا انا جامد قوي. اه يا جدع. لا عاجبك انت ده. انت ده يا مسيطر يا عسل انت. ايه بقى قديم متجوزين بقى؟ ايه بقى لكم قد ايه متجوزين؟ 16 سنه ما شاء الله. اه 16 سنه. 16 سنه متجوزين. تحملين بعد لحد النهارده 16 سنه وربنا يستر. وهتكملوا؟ فاضل لنا كام سنه ونخرج؟ مش عارفه. لا باين مش عارفه. 9 باين. انا جوعت بصراحه. هت ايه؟ جوعت؟ كل يابك. يلا يلا اتفضل والله. تعال خد الرقاق. تاكل تاكل مكرونه بشاميل. ما اكلتش رقاق انت. اوعى انا اكلك بقى. اسم الله يا حبيبي. حلو حلو. اسم الله. انا مقصره. شوشو انا مقصره معاك والله مقصره. ليه مش متاكليني؟ انا مقصره انا بعترف. لا بجد هتبقى مشكله. انا مقصره. اكليه. انا مقصره جدا. اكليه. لا متضايق قوي يا شوشو. ازاي يعني انت بتاكلي جوزك و... لا صف بقى عشان تاكله. اهلا. لو سمحتي مش معنى هم انا هقوم انا اكله. اه اوبا. لا اهو لا ارجوكي عشان انت شفت يعني انا بفرقي جدا. يعني بصي لا لا طيب عايز ايه؟ يلا كوسه. كوسه. اسمع كوسه. اصبت الاختيار. قلت لك 100 مره اسمع كوسه. دي ايوه مكرونه. ايوه اه لا خدي حته كبيره. المكرونه البشاميل يا حبيبتي. انت هتقعدي تقطعي النبي عربي. امسكي الطبق كده في ايدك واكلي جوزك كده ببقه عشان ما يهرتلش على نفسه. اه عشان ما يهرتلش على نفسه. ما يهرتلش كده. لا معلش واخده كمان. لا ايوه ايوه ما ترفعش ايدك. ما ترفعش. حط ايدك تحت. ايوه الف هلا كده. خليك براحتك. شبع. ايوه كده الف هلا. تمام كده. انا كده اتعشيت واتغديت وكل حاجه الحمد لله يا حبيبي. اللهم دمها نعم. دايما عامر والله بيتنا. دايما والله دايما عامر. يعني انتوا اي وقت تيجوا كده تبقوا جعانين تعالوا بس كلموني. اه وهاتوا معاكم حاجاتكم. وهاتوا العيال وراحتكم. لا العيال ايه اكل وبتاع ظبط. ايوه طب يا يلا حبيبي. البوزي هياكل ايه؟ ها ايه ده؟ طب هنطلع فاصل على ما اكل مادي واشبعه وهرجع لكم تاني. استنوا كل يا مادي كل ياخدونا في الفاصل. ورجعنا بعد الفاصل وانا الحقيقه مش قادره ابص لأحمد وهو قاعد جنب مادي. ليه؟ حاسه ان في حاجه. معلش تاخ شويه بس. وقعت مني. حاضر حاضر والله. انت واخد منه المكان كله. ما تفسح له كده شويه. انا حاسس دي هتطلع بينا كده. فسح له شويه اهو. مش عارف بس فسح له مش كده يعني. خلاص تمام انا كده مرتاح والله. شوف خلاص انت كده مرتاح. ممكن اقعد هنا. حط ايدي هنا. ده هي كمان بص قاعده يا مادي رجلها واصله الارض. انا نفسي رجلي توصل للارض. مش عارفه اعمل ايه. انت ازاي رجلك واصله كده وانا اللي رجلي مش واصله للارض. البسي كعب شويه. لا ده مش الكعب. انت حتى لو من غير الكعب هي لما بتلبس كعب بيتكسر. اه ما انت بتفضحني. انا اعمل لك ايه؟ بتفضح كده يا خلاص انت يا خلاص. عرفت بقى انا بحبه ليه. شفت الكرش ازاي. انا عرفت انت بتحبيه. آه. طيب بما انكم بقالكم 16 سنه ما شاء الله خمسه في عين العدو يا رب وفي عين الحسود. آه. بقالكم 16 سنه متجوزين. آه. فاحنا عايزين نختبر مدى توافق العلاقه دي بينكم عامل ازاي. اوكي فهنعملكم انتوا الاثنين قصاد بعض تختبركم بعض. اوكي اوكي كل واحد فيكم هياخد السبوره دي. آه. ماشي ومعاك القلم اهو الحلو ده. قلم. اوكي معاك الاستيكه بتاعتك. الله. وتحلي بقى الاستيكه. يلا دي الاستيكه. انا هسالك سؤال. اه فانت تكتب الاجابه وهي تكتب الاجابه وبعدين تلفه في وقت واحد فنشوف كتبته زي بعض ولا لا. قول لي ايه اكتر اكله هدى مش بتحبها.
اكتر اكله هدى مش بتحبها معروفه. يلا لف لف هوبا. ده مستحيل بقى يا معلم، يعني ممكن تاكليها بعوضه، لكن دي مستحيل. معرفش مع اني بعشقها، مع اني بعملها حلو قوي وبتعملها حلو قوي، مستحيل ادوقها وبتطلع مظبوطه. ازاي يا شيخه؟ مش عارفه والله العظيم. طب ليه مش بتحبيه؟ يعني دقتيها وانت صغيره ما عجبتكيش؟ الزفاره يمكن او الدهن الكتير، ما مش بحب الحاجه الملزلزه دي. تيجي عليها كده على صينيه البطاطس، صح يا احمد؟ وتبقى كده معموله كده في الفرن وطالعه محمره، ما تعرفش هي ولا البطاطايه. ايوه يا خراشي، تاكلها كده بقى وتقطع بالعيش كده حته اللحمه وحته البطاطس. جوعنا لحمه وبطاطس. طب يلا بقى اقوم اجيب الاكل تاني، لسه شايلاه في الثلاجه، اكيد ما لحقش يبرد. ولا اعمل سندوتشات خفيفه؟ لا والنبي خلص، والنبي لانشونات وجبن، لانشونات مفتقه كده، والنبي خفيفه لانشونات وجبن، لا والنبي حاجات خفيفه. خلاص هقوم اعمل سندوتشات سمنه. سمنه سمنه بسكر. الله يا خراشي، ليه ايه اللي بتقول يا حبيبتي؟ انت بقيتي ممقوته. لا اكلتك خفيفه. مين اللي ممقوته دي يا ماما؟ لا بجد مش عايز اسمع ماما دي تاني ابدا، فمش شكلها ماما. ماما بتوترني ماما. انا طيب طيب خلاص بلاش اكل، بلاش سندوتشات، ماشي بلاش. سؤالي لهدى بقى، اسال. اخر مره احمد قص شعره امتى؟ قص شعره قص شعره خالص يعني؟ ما تبصش لبعض. لا الحلاق. حلاق حلاق ده السؤال؟ يا لا انت ماشي ايه الكلام الكتير ده؟ يا الصبح؟ ايوه النهارده. صح. ده انت حالق لنا بقى عشان جاي لنا بقى. ايوه عشان شفت والله صدفه. ونقطه للحلقه الجامده جدا. اوعى. ودلوقتي انا اللي هسالك يا احمد. اتفضلي يا استاذ. قول لنا ايه لونك المفضل؟ اتفضل. اوكي خلاص يلا الاحمر. اوعى المزخسخ اهو. نقطه للاحمر. اموت في المزخسخ. اموت انا واعيد السنه. ايوه اموت انا واعيد السنه وافضل اعيد 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 اعيد. مش هبطل اعاده ابدا. يلا يلا يلا. سؤالي لهدى بقى، ربنا يوفقك. لو احمد ما كانش ممثل ولا فنان خالص كان يشتغل ايه؟ لو ما كانش ممثل اكتبي على يا ظابط وممثل. يعني انا بالنسبه لي هو ولا عمره كان هينفع يعمل حاجه غير انه يبقى ممثل للاسف. صارت هو بيراضيكوا بالاجابه دي بس عشان تبقوا فاهمين بس، لكن لا هو احمد لو وقف التمثيل في حياته حياته وقفت. تعيش يا احمد وتمثل لنا اعمال حلوه وتفضل كده تمتعنا بيكوا بفنك. طيب احنا كده خلصت المسابقه الاولى دلوقتي. احنا بقينا فريقين. انا ومدودي فريق. وانت وهدوده فريق. وانا وهدودي فريق. اوكي. انت ومدودك وانا وهدودي. ماشي بالظبط. طيب اللي هيحصل بقى كالاتي، انا هسحب صوره واوري لمادي الصوره. فمادي يشرح لي اللي في الصوره من غير ولا ما يقول ولا حرفوره. اوكي ولا حرفوره. دي فزوره. طبعا دي فزوره بالمشاوروره. ماشي اوكي يلا نبتدي. يلا ادلي ايه مقلوبه؟ ادلي بجد كده كده ايه راح فين؟ ايه ازازه مياه غازيه. طيب طيب ايه أنبوبة؟ تمثال؟ تمثال؟ تيشيرت؟ تمثال لابس؟ تمثال قلع؟ تمثال لابس؟ إيه؟ إيه ده؟ وست؟ الله يكون في عونك بصراحة. بلوزة؟ بصراحة الله يكون في عونك. بلوزة؟ بلوزة. فستان؟ فستان؟ غلط غلط. أمال إيه؟ ده مانيكان؟ ولا بيعرف يشرح ولا كل ده ما بعرفش اشرح. تعمل لي كده وتقول لي فوق ايه؟
كده يعني بيتكبس من ده اللي فوقيه كده يعني اكبس اي حاجه ايوه اكبسه بالبس خسرتنا الله يخرب بيتك بتبتدي عليا صلى على النبي حسب الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ يا ساتر لا حول ولا قوه منك لله يا شيخ منك لله شوف فيك ساعه سودا لا احنا نجيب مأذون بقى مش هينفع كده يلا نلعب يلا نلعب يلا انت بقى يا احمد وريها الصوره اه وهي هتشرحها له ده بجد والله انا هشرحها له ايوه زي ما ماجي عمل كده اقلب ولا لا ما لا 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 زي ما تمام اه اتفضل المفروض اقوم امثلها يعني لا 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 فنجان قهوه اكسبريسو كوبايه ثلاث محاولات كوبايه ادي واحد هو خلص فنجان وقهوه واسبريسو خلاص احنا ازاي يعني طب فاضل واحده هي مج برافو كسبه بيفهمني بقلبه شايف واخد بالك شايف عايزه ايه شايف شايف كمان ماجي كلوبي شك في مع مين يعني شايف يا رب جنابك تخس اشوفك في الغابه يا شيخ ان شاء الله بحب جنابها ما انا عشان هي بتحب جنابها برضو اه اشوفك في جنينه الحيوانات انت بتحبي جنابك انت يا بطه حبي جنابك يا بطه انا بدلعهاش يا يلا ورينا الصورة وريني الصورة يلا خلص عشان اعرفك المكسب يبقى ازاي ايه ده يس 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 اوه هو يس يس دي مش كلام دي ولا ايه لا لا يس يس دي اداء بتاعتك انت اه عشان افهم معلش وي بلاي ستيشن برافو مادي 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 اعمل لهم الرعشة يا مادي مادي ودي فايدة تالتة لك ده انا كنت حبيبتك فايبريشن انا بقى يلا انا بقى هو ده بقى هتوريه ولا اعرف اقول لك اي حاجة بس ربنا يخليك معلش يلا شكلنا قدام الناس يلا ما تقلقيش يا حبيبتي انت جوزك حلو وعسل يا حبيبتي انت زي اللي انا متجوزاه سكر ازاي ماشي اقلبي كده شتفت ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده لا انا عادي انا اشوف إيه انا مش هتكلم هنغش ما انا مش هتكلم اوكي خلاص ماشي دي سهله دي برافو النور لمبه اباجوره برافو برافو لا لا ايه شوشو طب ماشي ها هنخش بقى على الليفل لا انا بتعد مالك يا ماما انا احب اقعد على كنبتي براحتي لا ماشي. دلوقتي بما انكم انتوا كسبتوا فاحنا هنحكم عليكم حكم تحكموا علينا واحنا اللي كسبنا وانتوا اللي هو السيستم كده عندنا في بيتنا ماشي اتفضل اديله البورد اهو فين القلم انا خدت البورد اهو اديله القلم يا مادي عيب الحاجات دي يا مادي خدت القلم يلا امسكيها كده وانت كمان امسكها كده بالطول لا بالطول بالطول اوكي يلا شايفين بعض كده وانتوا ماسكينها لا 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 انا عايزاكم تشوفوا بعض اهو شوفوا بعض ارسموا بعض ارسموا بعض ايوه يلا بشكل تخيلي مش لازم بالظبط يعني علشان اللي هيرسم اوحش هو اللي هيتنفذ عليه الحكم النهائي بقى صعب جدا حاولوا ترسموا بعض في احلى صوره اتفضل يلا يعني حد يفهمها ان احنا مش بنعرف نكتب اصلا لا لا عادي هنرسم يعني انا يعني سهله عادي احمد ابتدى يعني ما تضيعش بجد والله ايوه ايوه دي موزه عندكم دقيقتين بس خلي بالك حاولي حاولي شوفي يعني في الاخر أنا خلصت. عندنا لا بجد انا سريع سريع جدا مش انا ماجي قعد يرسمني في 7 شهور وفي الاخر لقيته رسم انت هتتخض من الرسم دولاب شبشب دولاب انا شبشب انا شبشب لا هو يعني ما هو شبشب لا انت بتعكب هو اللي رسم مش انا يعني انا اللي شبشب لا هو اللي رسم يبقى انا اللي شبشب اتخانق معاه هو لا واتخانق معاه هو ما قالش ان هو رسمني شبشب ايه ده فعلا؟ لا هو قال لي الشبشب ده بيرمز يا حبيبتي لان انت الحاجه اللي مخلياني اكمل الحياه وامشي فيها الله. فانا فرحت واتبسطت وصدقته خلصتي؟ انا يا حبيبتي وانت خلصت؟ طب يلا هنقول 1 2 3 ونلف وقع قمر وهي رسماه وتوضى ولا ايه؟ ده وتوضى ابو محمد
لا في يعني في ملاك وده عفريت عامل ملاك. انا يعني وبعدين فنان خدي بالك. انا رسمت قمر ماليش دعوه. والله العظيم شفت الودان؟ لا والجناحين ما شاء الله. لا هو العينين عندها جويتر جحوزي شويه صح؟ انا اساسا مجنح. هو ايوه ما هو هو ده اللي عندي. عجبك عجبك. وهو البنطلون طويل ولا مفيش رجلين؟ ده مش بنطلون اصلا. لا ده شورت. لا انت خايف مش بنطلون. ده خيال. انا مش لابس. انت مش لابس بنطلون واسع يا ماما. شورت شورت. مين اللي يرسم يا حبيبتي؟ كده هستهوى انا. سؤال بس انا كده هستهوى. انت ملبسه جيبه ولا من لا والله بنطلون بس نسيت البسه الشراب. الشراب ده مفيش رجلين اصلا. اه ولا ايدين. عامل ايه؟ وبعدين مناخيرك حرف جي واخد بالك؟ حرف جي؟ لا صحيح. دي لام. كان لازم اعملها الجي فين. لا احنا مش من الرسم يعني. طيب خلاص يعني بما انه كده يعني. لا بس هو احمد كسب. بص هقول لك على حاجه. هي انت كرييتيف مش هنكر. صح. انت كرييتيف ورسمتها بقلبك. أيوة. بس القلب ده دايما بيودي في داهيه. وبما ان انت استنصحت وعملت فيها ناصح واساسيه رسمت شخص هي شايفك كده مش ذنبنا انت. أوكي. شعرك ناعم هي رسمك كيرلي مش مشكله. من غير رجلين مفيش مشكله. دي وجهه نظري. فانت اللي خسرت. فدلوقتي الحكم كالاتي. اوعي تقولي لي اكل. لا ما هتقلد لنا تامر حسني اقرب حسن. صاحب ليك. لا وهو بيتكلم او بيغني. لا والله ما اعرف يعني. خالص. لا والله ممكن اقلد لك مين حد تاني بس. ماشي انت اعرفيه بقى. ماشي ماشي هتاخد البورد بقى وقلد لنا اي حد انت عايزه. الغطا يا مادي. ايوه حبيبي يا مادي. مادي ده صاحبي من واحدة في الحضانة والله. يا انت كنا بنخرج نشيش على القهوة واحنا في الحضانة والله. صدقني ايه قطة؟ انا مش قطة انا بطة. بطة والنبي بطة. طب حد تاني حد تاني. انا ماليش دعوه بالموضوع ده اطلاقا. انا ماشي في حالي كده ماليش دعوه بحد. مش فاهم يعني مش عارفه اقول الكلام يعني. طب خلاص اخر حكم. اوكي تاني معلش اخر حاجه بقى. ايه بقى؟ عايزاك تقول لهدى كلام حب. بس كلام حبه دبش كده. بطريقتك في كلام على ورق. في كلام على ورق فرق. حبيب قلبي. دي اللي وقعتني بقى يعني. شفتي دي اللي جابت. شفتي يا مادي؟ شفتي الكتكوته دي؟ دي ست الكتكوته والله. وبعدين ايه؟ ايه؟ بحبها بجد؟ وايه تاني؟ بحبها قوي وخلف منها اربعه. اربعه؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله من عينيكم. لا يا حبيبتي دي ليه؟ كده بتعمل لي كنافه. وانا بحبها سخنه وباكلها كلها. يحيح. يحيح. وحوح. وحوح. الله. وبحبها قوي 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 قوي. ايوه يعني بجد ربنا يخليكم لبعض. يا رب. وشكرا ان انتوا نورتونا. وربنا يا رب يخليكم كده لبعض بدل 16 سنه 16500 و700 سنه. ويا رب يخلي لكم البنات وتشوفوهم احسن ناس في الدنيا وتشوفوهم عرايس. وبجد ميرسي ان انتوا نورتونا النهارده. لا ده احنا اللي بنرسي والله. بجد والله شرفتنا. احنا بنرسي على العشاء الحلوه دي والقعده. واحنا كمان يعني انا دمعت من كتر الضحك. اقسم بالله يعني بجد انا مبسوط ان احنا جينا معاكم. بجد احنا شرفنا. وبجد انا مبسوط وحاسس ان انا خرجت طاقه وخرجت ضحك. وانا كمان بصراحه مبسوطه. انا ممكن ابقى كده بس والله ميرسي. الحمد لله. ويا رب دايما بتضحكوا وفي سعاده ومبسوطين. وكانوا منوريننا النهارده هدى والنجم احمد زاهر.